إجراءات تفتيش دقيقة للأشخاص والعربات ينفذها عناصر من الشرطة الصربية في منطقة بريتشكو بسراييفو في إطار حملة يقودها الإنتربول لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية. العديد من الأسلحة غير الشرعية التي يتم ضبطها في أوروبا تصلها عبر منطقة البلقان، وقد تمكن الإنتربول إلى الآن من إلقاء القبض على نحو 150 مشتبها به في عمليات التهريب، وتم مصادرة أكثر من 320 قطعة سلاح. مدير الإنتربول في سراييفو قال: النتيجة لا تقاس بعدد نقاط التفتيش أو عدد من يتم إلقاء القبض عليهم أو العناصر المضبوطة. عند اتخاذ إجراءات أمنية بشكل متزامن في عدة بلدان فإننا نوجه رسالة واضحة إلى المجرمين، مفادها أن الشرطة من بلدان مختلفة حول العالم تعمل لمكافحة الجريمة. هذه العملية الأمنية الواسعة تحمل اسم تريجر 2، ويتعاون لإنجاحها سلطات 23 بلداً، وقد تبين أن عمل الشرطة يصبح أكثر فاعلية عند التنسيق بين الدول وجمع المعلومات ضمن قاعدة بيانات موحدة. كل الأسلحة التي يتم ضبطها تقريباً تصل من مكان آخر، قال مدير برنامج الأسلحة النارية في الإنتربول. من الممكن أن يسن بلد معين تشريعات صارمة في مجال السلاح غير أنه يبقى غير قادراً على ضبط ما يجري في بلدان أخرى. الأسلحة التي تنتقل في القارة الأوروبية وتهدد سلامة المواطنين تأتي من مناطق بعيدة وتهدد الأمن في مجتمعات أخرى. التنسيق لمكافحة تهريب السلاح جاء رداً على التهديد الأمني في أوروبا والمخاوف من الإرهاب، وذلك بعد تزايد الوعي بأن عدداً من العمليات الإرهابية التي ضربت أوروبا مؤخراً نفذت بأسلحة تم تهريبها من بلدان أخرى. نحو 8000 شرطي مخرط بعملية تريجر 2، ويهدف الإنتربول من خلالها إلى خلق شبكة قوية من عناصر الأمن لوضع حد لتدفق السلاح غير المشروع.